مدشان او اي كسو قيب غرين مسولين كتيسان غولياش دولادا يا وحا ماانين تي كوباد لغو صوبا نغي قيبها كلا دووان نيغن عسيد دالكا كواسي او دور وهينا كجيلا خورمركة دالكينا انجنير عبستار ابراهيم عربو قدوميها بانيغا غن عسيق سوماليا دو غورين كهالي مناسبادان اي وحا وكور بحيي وجيد دا بانيغا وحا اوكتهي اي عبرتهي جوكتين من دالبا اخر سنة وكهيرا انا هوش انا قبلنا ما دام اهجور من مدارد غن عسيق قبل كبنادر القرآن كل يهوى جناحسيا أنا يوم حنكش قيلنا هرمارين تجناحسيا إلهي نحن نسيا من عبدا قبل وضع صوماليا أحبو كترسيا قبل أن قاله كترسان كوا كترسان أولها نول كوا كترسان كلوميسيا لكن مجالد هنا جونا عاصمة مقدشو هي عام كتا نوا مجالد جناحسيا هرمار في حال كهانا قالنا قبل وبأفتين كأنه بيارة جين دونا قدوميها روكتا جناحسيا ورشدها مضاني محمود عبدكرين قبيري أي وحاو لرقليي بنيقا جناحسيا صوماليات وحنا وطل معمي إنجنا سيقدر كأنه مهم ويهي سيدي لأصر نولين لها عروضي قرنكا عروضي قرنكا سوماليا مركز تنواشينا بلوغانت التلاحكو يالا وعروضي قرنكا سوماليا وهانقر راح بيسك روطة جناسي ووكو يالا وبلوغي وبرغي محمد سياد بردادك جوغي إتيكو ريسيبا عروضي قبنجرة وصنك ومرلا قبنجرة وحيلا هاي عروضي كليا ودوكا ونم maan ka raato doon baan goor la furi jiray todoba asmaanood adduun dibadda gudaha isee baan jiray wax weynay dalka u tarin jirtay marka waxaan rajaynaynaa weeda gudoomiyaha gobolka oo ka wakiila gudoomiyaha maaliyadda arintaas in gacan laga siiyo gudoomiyaha ku xigeenka maamulka maaliyadda ee gobolka Banaadir mudane Ciise Guure ee wasiirka dawladda wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya mudane Sadad Aliyo ayaa si wadajir ah waxa ugu baaqay in la dhigriyo wax saarka dalka madasha maanta aan joognaynta waa fursad waxay fursad siinaysa in ganacsatada isku bartaan waxay fursad siinaysa in ganacsigu soo bandhigaan macaamiishooda waxay fursad siinaysa in khibradooda iyo aqoontooda ay isku wadaarsadaan kalaana faa'iideystaan Soomaaliya markay burburka dhacday dawladda Soomaaliya dawladda dhex marka meesha ka baxday بزنس كينو خلاني هم أول ماركت وبزنس كل شقي هب أولنا وحنا صديقة بربتيك لدوس الساعدة برسوين كاكوا على سكر دورة صوماليا نورين معي ومحمد عبد الرحمن أبو بكر وحنا يا مامورا شركة دكتور صوماليا شركة دكتور صوماليا وشركة فرنجايسا وحنا وكيل كي رسمي برج أفريقيا وشركة إنجليزة حنا كنت وحيله أوجلة سيدا عرفت باورت بريها في سيدا ugu dambeyn wasiirka wasaaradda arrimaha ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya xilibaan maxamed barre maxamuud ayaa si rasmi ah u furay bandhigga ganacsiga Soomaaliyeed kaasi oo sanadkii afraad lagu qabanayo Muqdisho Soomaali Trade Show macna waxa baasaya waxay tahay si kooban in la kala faa'iido dhalinyarada hal abuurka ganacsiga ganacsatada waaweyn rugta ganacsiga mas'uuliyiinteeda iyo بلشلة أسوسو تكاموسو تكاميسة عبدالرشيد محمود محمد ورباهين تقارنكا مغدشو